بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة. عندنا ثلاث ماتشات في الدوري، بنتابع كمان استعدادات النادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي، عندي أخبار مهمة النهاردة من نادي الزمالك واستعدادات نادي الزمالك لمباراة أسوان إن شاء الله يوم الخميس في الدوري. ماتشات اللي اتلعبت النهاردة في دورة الترقي من القسم الثالث إلى القسم الثاني، هتكون معانا النهارده نتائج الماتشات. عندنا حاجات كتير جدا، عندنا فقره عالميه طبعا، مباراه اي سي ميلان وانتر ميلان بتتلعب دلوقتي وهنتابع مع بعض النتيجه اول باول، كمان مباراه فاركو وطلائع الجيش برضو بتتلعب حاليا في بطوله الدوري الممتاز، وبنلعب في يعني في نص الشوط الثاني والنتيجه 1-1، وهنتابع معاكم كل الاحداث ان شاء الله. النهارده كان في ماتشين في الدوري غير المباراه اللي بتتلعب دلوقتي ما بين طلائع الجيش وفاركو. سموحه وفيوتشر اتعادلوا 1-1، وقدر المقاولين العرب يرجع بانتصار من استاد الماكس بعد فوزه على حرس الحدود 2-0 النهارده في بطوله الدوري الممتاز. بكره ان شاء الله عندنا لقاء البنك الاهلي والاسماعيلي، وايضا يوم الخميس لقاء الزمالك واسوان في ختام الجوله الحاليه من بطوله الدوري المصري، وكمان يعني في ماتشات كاس هتتلعب خلال الفتره الحاليه. عندنا مباراه بيراميدز ورايا في دور ال 32 لبطوله كاس مصر. طيب خلينا نبدا بالاهلي عشان يعني اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي في النادي الاهلي. زي ما قلت لكم امبارح في تغييرات في تشكيله النادي الاهلي هتكون موجوده في مباراه الترجي. هيريح بعض اللعيبه الاساسيين مستر كولر ويلعب، بس انا يعني عايز اقول لكم ان مفيش اساسي واحتياطي في الاهلي، يعني دايما كولر بيعمل روتيشن في الفريق، وساعات بيبدا بكهربا، ساعات بيبدا بمحمد شريف، ساعات يبدا بعبد القادر، ساعات يبدا ببيرسي تاو، ساعات يبدا بحسين الشحات، ساعات يبدا بطاهر محمد طاهر، يعني يبقى في روتيشن دائم في صفوف النادي الاهلي، خصوصا برضو ان المباراه يوم الجمعه ما بين الاهلي والترجي. الاهلي في موقف كويس برضو، لازم نقول ان الاهلي في موقف كويس، فيقدر كولر عنده مساحه انه يجرب اكتر من لعيب ويدخل كل اللعيبه في فورمه العاليه. يعني زي ما قلت لكم وهقول لكم برده الكلام ده تاني بكره، حمدي فتحي مش هيلعب، عنده انذار، فكولر خايف ياخد الانذار التاني يتوقف في النهائي فمش هيبدا بيه. النهارده محمد الشناوي اشتكى، محمد الشناوي حارس المرمى اشتكى من شد في عضله السمانه، فبنسبه كبيره علي لطفي اللي هيلعب. الشناوي يريح مفيش مشكله عشان ما يعني الاصابه ما تتفاقمش، وبرضه ياخد راحه ويكون متواجد، ممكن يكون متواجد احتياطي في المباراه، وعلي لطفي يشتغل لان برضه علي لطفي محتاج ياخد ماتشات وماتشات بقوه وبحجم الترجي في بطوله افريقيا عشان الاهلي يبقى عنده اكتر من حارس جاهز. كنت قلت لكم برضه ان محمد هاني بنسبه كبيره هيبدا بخالد عبد الفتاح ناحيه اليمين، ففي بعض التغييرات، واللي وصلني برضه ان محمد شريف هو اللي هيقود خط هجوم النادي الاهلي في مباراه الترجي التونسي. كنت عايز اكلمكم في موضوع كابتن معين الشعباني. عرفت النهارده كابتن معين الشعباني كان في تونس فعلا امبارح وعمل جلسه مع المسؤولين في نادي الترجي التونسي، لكن ما اتفقوش، يعني ما اتفقوش. وكابتن معين الشعباني النهارده كلم اداره سيراميكا وبلغهم ان هو راجع مصر بكره وهيقود تدريبات نادي سيراميكا بكره ان شاء الله. ده اخر حاجه بالنسبه لنادي الترجي التونسي، عشان انا امبارح قلت لكم ان كابتن معين الشعباني سافر تونس عشان يتفاوض ويقعد مع اداره الترجي، ويعني كابتن معين الشعباني راجع بكره ومكمل مع سيراميكا لنهايه الموسم ان شاء الله. الاهلي بيترقب خطاب الكاف للتظلم ضد عقوبه ال 100,000 دولار. كان في مباراه الاهلي والهلال كان في حصل اشتباك في الممر المؤدي ما بين غرفتين الملابس في ماتش الاهلي والهلال، فالاتحاد الافريقي كان غرم الكاف، يعني غرم النادي الاهلي 100,000 دولار، والاهلي كان عمل تظلم ضد العقوبه، فالاهلي في انتظار الرد على التظلم اللي الاهلي كان عامله على عقوبه ال 100,000 دولار. امبارح كنا بنتكلم في موضوع قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وقلت لكم كابتن بدر رجب هيكون رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فعلا النهارده الاهلي اعلن ان كابتن بدر رجب هيكون هو رئيس قطاع الناشئين خلال الفتره القادمه، وعوده كابتن بدر رجب مره اخرى لقياده قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كنا اتكلمنا في القصه دي امبارح، وفعلا يعني النهارده الاهلي اعلن رسميا التعاقد مع الكابتن بدر رجب كرئيس لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. نتمنى له كل التوفيق، كابتن بدر كان يعني طلع اجيال
وهو متخصص في الحته دي، يعني بيعرف يأسس اللعيبه بشكل كويس وعنده سيستم مميز جدا. فالاهلي يعني كابتن بدر كان عمل نجاحات كبيره في الامارات، فهيرجع تاني كابتن بدر ويقود قطاع الناشئين في النادي الاهلي. خلينا نروح تونس مع نجم كبير من نجوم الكره التونسيه عشان نشوف اخبار الترجي والتوقعات ايه في الشارع التونسي بالنسبه لمباراه الاهلي والترجي يوم الجمعه القادمه ان شاء الله هنا في استاد القاهره. معايا الكابتن امين الشرميتي من اللعيبه الكبار جدا طبعا في تونس، ولعيب دولي ومن اللعيبه المميزه جدا في تاريخ الكره التونسيه. معايا على التليفون كابتن امين. كابتن امين ازاي حضرتك؟ السلام عليكم كابتن، والسلام على جميع المشاهدين قناه الحياه. الله يخليك كابتن امين. انت في السياره ولا ايه، في العربيه؟ كيف؟ اوكي، اخبارك ايه؟ تمام والله، الحمد لله الحمد لله. احنا الحمد لله ناطرين نشوف ان شاء الله مباريات كويسه، خاصه في الشامبيونز ليج. ايوه، ما عندناش، كنا نتمنى نشوف نادي تونسي في النهائي، لكن بنسبه، خلينا نقول بنسبه 99% باش تكون انديه مخالفه الانديه التونسيه. اكيد اكيد، ما يعني واضح من نتيجه المباراه الاولى والظروف اللي تعرض لها برضو نادي الترجي الفتره اللي فاتت، غياب الجماهير، الاصابات الكتير، يعني بعض الاحداث اللي اثرت على فريق الترجي في المباراه اللي فاتت. والله صحيح، ممكن الاسباب اثرت بنسبه كبيره، لكن زاد ما نجموش نحيوا الاستحقاق للنادي الاهلي اللي صراحه قدم مباراه كبيره، قدم مباراه متميزه في تونس. ظهر انه فريق الاهلي قاعد يسترجع في الامكانيات بتاعه، ويحب انه يرجع يترأس ولا على عرش افريقيا. اي صحيح انه في النادي الاهلي في الفترات الاخيره ما كانش كما النادي الاهلي زي زمان، لكن نتصور انه مع قدوم الاطار الفني اللي ممكن عندي فكره عليه، خاصه انه لعبت في الدوري التونسي، في مساعد مدرب اللي كنت تمرنت معاه في سويسرا وفي المانيا. يعني ناس جديين وعندهم فكر، تعرف الفكر السويسري فكر الماني، متاثرين كثير بالكره الالمانيه. وشفنا احنا كيف يعني الحين في مباراة الترجي والنادي الاهلي في تونس، كيف انه اللاعبين كانوا منضبطين، ولما يكون الانضباط التكتيكي موجود واللاعيبه كلهم يعني جاهزين 100% يكون النتيجة ايجابية، وهذا اللي شفناه في المباراة. شايف كابتن امين مباراة العودة هتكون ازاي ما بين الاهلي والترجي في استاد القاهرة؟ ويعني يعني طب زي ما انت قلت 99% فرص الاهلي اقوى بسبب فوزه في المباراه الاولى في تونس 3-0، وكمان هنا المباراه هتكون اصعب للترجي ان هي هتكون امام جماهير الاهلي. متوقع سير المباراه ازاي؟ متوقع الترجي يلعب ازاي قدام النادي الاهلي عشان يحافظ برضو على هيبته اللي ممكن شويه فقدها في المباراه الاولى؟ صحيح انه هزيمه مذله، نحن خلينا نقول نكون واقعيين، ما كانتش الناس الكل ولا الشارع الرياضي ما كانش ينتظر في الهزيمه أداء ونتيجة. ممكن الفترة الأخيرة الترجي الرياضي التونسي ما كانش في أحسن حالاته، انتقادات كبيرة كثيرة للإطار الفني اللي كان ديما يلقى في أسباب وأعذار للنتائج السلبية اللي قدمها في الدوري، والأداء المش يعني تمام للفريق بصفة عامة. وشفنا هذا كيف وفي مباراة كبيرة لما تلعب ضد فريق كبير اسمه النادي الأهلي، أكيد مش الأهلي لما يجي لتونس مش باش يساوم في نقاط الفوز ولا في النتيجة. نتصور أنه توا في ظل المشاكل الإدارية وأنه عدم وجود مدرب أول، وكما كنت نسمع فيك أنه ثم اتصالات معين اللي قرر أنه يوصل التجربة نتاعو في مصر، عديد اللاعبين اللي هم مجروحين نفسانياً، خاصة انه نحن نعرفوا انه الكرة التونسية خاصة الشارع الرياضي ولا الترجي الرياضي التونسي هي أندية كبار اللي ديما تلعب، ولا الجماهير نتاعها دائما متعطشة للتتويجات وديما تطلب النتيجة والكؤوس، لكن الضغط يعني ضغط سلبي. شفنا احنا اللاعبين يعني كانوا شبح، يعني بصراحة ما كناش نتصوروا انه باش يجي ولا نشوفه في مباراة نصف نهائي تشامبيونز ليج اللي
اي نادي يتمنى واي لاعب يتمنى انه يكون في المباراه هذه، كيفاش انه الفريق ككل كان خارج الموضوع. ونتصور انه المباراه اللي باش يروح لها باش تكون صعبه كثير، خاصه انه الاهلي ما يساومش في مصر. ان شاء الله تكون نتيجة ماهيش مذلة كما نتيجة نتيجة الذهاب. يقعد انه لحفظ ماء الوجه لازم تكون الناس لازم تحافظ على اسم نادي كبير كما الترجي التونسي، وان شاء الله نشوفوا مباراة محترمة اللي تليق بالفريقين، والمنتصر اكيد انه نتمنى له تتويج ولا نتمنى له يوصل للمسيرة بتاعه ان شاء الله. ليك ذكريات انت هنا في مصر قوية جدا مع النجم الساحلي في 2007 لما يعني فزت مع النجم الساحلي انا ببطولة افريقيا وتفوقت على النادي الاهلي، فعندك ذكريات كبيرة هنا في مصر في استاد القاهرة. الحقيقة عندنا ذكريات اللي ممكن دخلت في تاريخ الكرة التونسية وفي تاريخ النجم الساحلي، خاصة انه المباراة ما كانت مصيرية، مباراة الناس الكل ما كانوش يأمنوا انه النجم الساحلي باش يفوز فيها في مصر. في قدام اسامي كبار كما بوتريكا كما عماد كما الحضري اللي هما لاعبين اللي خلاو البصمه نتاعهم في تاريخ الكره المصريه خاصه في نادي الاهلي. الحمد لله انه الانسان كان مر ولا خلى البصمه نتاعو، خاصه انه سجلت في المباراه هذيك حلمه يعني نتاع نادي في تاريخ النادي حققته، فريق اللي ممكن اجيال لاجيال باش يقعدوا يحكيوا عليه ان شاء الله. اكيد. كابتن امين الشرميطي، يعني واضح ان الاهلي خلاص هيتاهل ان شاء الله الى المباراه النهائيه، شايف الجهه المقابله بقى ما بين الوداد وسان داونز، مين اللي ممكن يكون طرف الثاني في النهائي؟ تعرف كل شيء وارد في الكورة، خاصة انه في مباراة الذهاب الوداد ما فازش لكن ما قبلش الاهداف. والمهم انه خاصة في مباراة لما تلعب على ارضية الملعب نتاعك، لما ما تفوزش اهم شيء انك ما تقبلش الاهداف، تقعد الواجهة مفتوحة للطرفين. لكن احنا نعرفوا انه فريق صن داونز فريق عتيد، فريق ماهوش ساهل على ارضية الملعب نتاعو، عنده تاريخ في المسابقة الافريقية هذه، وقاعد يأكد في استحقاقه وتواجده في المربع في المربع الذهبي. نتصور انه باش تكون مباراة صعبة على الوداد، مباراة باش تلعب على جزئيات صغيرة، خاصة انه في المباراة الكبيرة هذه ممكن الفريق اللي باش يكون مركز أكثر ويقوم أقل أخطاء ويستغل الأخطاء بتاع المنافس نتاعو باش يحقق المباراة يعني الانتصار. نتصور حسب اعتقادي نتصور انه فريق صن داونز شوفوه في النهائي، نهائي نتصور باش يكون صن داونز وفريق الفريق المصري اللي هو يعني الاهلي. طيب كابتن امين الشرميطي، دايما انت عارف الوطن العربي كله تلاقي الجماهير منقسمه ما بين الاهلي والزمالك، كابتن امين الشرميطي كراجل تونسي وبيحب اكيد الكره المصريه، تحب الاهلي اكتر ولا الزمالك؟ والله خليني نقول لك انا محبيني اكثر زملكاويه، خاصه انه عندي تاريخ مع ضد الفريق الاهلي، لكن بصراحه عندي احترام كبير للاعبين اللي سواء في الزمالك، احنا عندنا لاعبين توانسه اللي خلاو البصمه نتاعهم في الزمالك، نفس الشيء نشوفه في المردود الكبير يقدم فيه معلول، وان شاء الله بقيه اللاعبين ياخذوا المنوال نتاعو. نحترموا احنا الفرق الكل، نتمنى انه ديما الفرق العربيه خاصه الفرق الكبار كما الزمالك كما الاهلي كما الاسماعيلي ترجع للمنصه التتويج، خاصه انه احنا في حاجه باش نشوفوا فرقنا في اعلى مراتب واعلى مستويات، وخاصه انه كيما مثلا كيما الدوري تشامبيونز ليج اللي هو يخلي الانديه تاخذ بعد اخر، ونشوفوا الفرق العربيه والتونسيه بصيغه خاصه، نشوفهم في العالميه خاصه في كاس العالم الانديه اللي بوابه تحل العديد من الابواب للاعبين باش يحترفوا ويمشيوا الانديه كبيره في اوروبا، زي ما نشوف مثلا اللاعبين قاعدين يقدموا في مستوى كبير في دوريات اوروبا. بس واضح ان انت شكلك زملكاوي يعني ادم قلت الكلمتين دول. عوز اليوم اذا الزمالك ولا الاهلي لما يكون انا يعني ناديه
اللي هو النجم الذي سيحلم ما يلعب ضد فريق من الفرق هذوما اكيد انه باش نشجع الزمالك ولا الاهلي. ماشي يا كابتن امين. انت اعتزلت كره القدم ولا بتلعب لسه؟ لا اعتزلت. اعتزلت بس انت صغير يعني، انت 35 سنه، مش سنك مش كبير يعني. 35 سنه الحمد لله يعني، الواحد على بدري ممكن اعتبر انه سويت يعني مسيره محترمه في ظروف يعني صحيه. تعرف انت لاعب الكره دائما معرض للاصابات. ايوه. اللي ما تخليش يكون في صحه جيده ولا في فورمه 100%. حيرت انه الانسان في فتره من الفترات، احنا دائما اللاعب العربي بصفه عامه ما يعرفش يختار الوقت الكويس عشان يطلع يخلي يعني يحفظ ماء الوجه بصفه عامه. حبيت انه الانسان يخرج من باب الكبير، والحمد لله يعني شخصيا اعتبر روحي يعني سويت يعني مسيره محترمه. كان اكيد انه ينجم الواحد يكون سوي ما احسن، لكن دائما في ظل احنا تعرف اللاعب العربي ولا اللاعب الافريقي دائما تكون عنده الطموحات كبيره، لكن الادوات عشان يوصل لاعلى المراتب تكون صعبه. نعترض العديد من العراقيل، لكن ان شاء الله باذن الله الواحد المهم انه خلى بصمه محترمه. اللي ان شاء الله نتمنى انه عديد اللاعبين ياخذوها كمثال باش يحاولوا انه ياخذوا الايجابيات منها والسلبيات يحاولوا انه يتجنبوها. بالتوفيق يا كابتن امين، بشكرك شكرا جزيلا. وانت نجم كبير ولعبت في سويسرا، في زيورخ، ولعبت في هرتا برلين في المانيا، وطبعا النجم الساحلي في السعوديه، الاتحاد السعودي واجاكسيو الفرنسي، يعني مسيره كبيره طبعا، بالاضافه الى المنتخب التونسي والنادي النجم الساحلي وبطولات كتير. فيعني بنحييك، وكنا سعداء جدا ان انت موجود معانا على الهواء في برنامجنا كرة كل يوم. شكرا كثيرا على الاستضافة، وان شاء الله نتمنى التوفيق للفرق العربية والفرق المصرية ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا كابتن امين الشرميتي، طبعا النجم التونسي المميز جدا جدا جدا. طيب خليني اكمل معاكم الاخبار، عندي شوية اخبار كده في نادي الزمالك، ويعني في اتجاه الفترة القادمة الى وجود لجنة داخل نادي الزمالك خلال يعني ايام قليلة او ساعات قليلة، ممكن نسمع خبر بتولي لجنه تقود نادي الزمالك خلال الفتره القادمه. خلينا يعني نتكلم في الكوره. اوسوريو بيجهز نيمار لسيد نيمار عشان يقود الزمالك ويلعب ناحيه الشمال. انتوا عارفين سيد نيمار بيلعب ناحيه اليمين، لكن بسبب الاصابات الكتيره في نادي الزمالك ناحيه الشمال، محمد عبد الشافي مش موجود، وعبد الله جمعه مش موجود، حاتم سكر حتى الولد الشاب عنده ايقاف المباراه القادمه مش هيلعب ماتش اسوان، احمد فتوح شكله مجهز بنسبه 100%، فالاتجاه راح لسيد نيمار، ممكن يكون هو اللي هيلعب ناحيه الشمال في المباراه القادمه. سيد نيمار ممكن بشكل كبير هو اللي هيلعب، يعني اوزوريو بيجهزه عشان يلعب ناحيه الشمال كظهير ايسر او لاعب ناحيه الشمال في نادي الزمالك المباراه القادمه امام اسوان يوم الخميس القادم. برضو الجهاز الفني لنادي الزمالك صعد بعض اللعيبه الشباب من فرق الشباب في النادي، مواليد 2003 محمد صلاح، ومحمد صلاح ده مهاجم بيلعب في فريق الشباب مواليد 2003، واحمد رفاعي برضو بيلعب في الدفاع، برضو تم تصعيده الى الفريق الاول وتمرنوا النهارده مع الفريق الاول عشان النقص العددي والاصابات اللي موجوده فيها فريق نادي الزمالك. وبرضو اوزوريو هيستبعد بعض اللعيبه اللي ما كانتش مميزه مع الزمالك في المباراه اللي فاتت، او ما ادتش بشكل كويس في مباراة الإسماعيلي اللي فاتت. برضو أوزوريو اطمن على جاهزية سيف الدين الجزيري، هيكون جاهز لقيادة هجوم نادي الزمالك في المباراة القادمة. وبرضو في تدريبات تأهيلية وعلاجية لناصر منسي اللي كان عنده إصابة يعني في عضلة الضمة، ولسه بيتأهل، وطبعا لسه قدامه حوالي 10 أيام عشان يبدأ يلعب ماتشات مع نادي الزمالك. وناصر منسي كمان من المهاجمين المميزين جدا اللي أثبت وجوده مع نادي الزمالك الفترة اللي فاتت، لكن طبعا الإصابة هتمنعه ان هو يلعب خلال العشر أيام اللي جايين الماتشات الرسمية مع نادي الزمالك. إمام عاشور ظهر النهاردة في نادي الزمالك، وراح يعني سلم على زملائه وعلى وحضر التدريبات النهاردة مع نادي الزمالك، ويعني بيرد على الكلام اللي كان بيقول ان الأهلي بيفاوضوا ان هو راجع مصر عشان هيروح الأهلي. قال لهم الكلام ده غير صحيح، وانا بحب الزمالك، وانا مش هرجع مصر خلال الفترة القادمة، وهكمل في أوروبا. وزار اللعيبة النهاردة وساندهم، وقال كمان إن هو عايز يشتغل يعمل تدريبات تأهيلية مع فريق الزمالك
يعني ان هو طبعا انتوا عارفين مصاب، فعايز يتعالج ويعمل تدريبات تاهيليه مع نادي الزمالك خلال الفتره القادمه يعني، في الفتره الحاليه والقادمه. ان الدوري في الدنمارك خلاص بيخلص، ويعني خلاص هياخدوا الاجازه هناك او هياخدوا الاجازه هناك، وبالتالي النادي بتاعه سمح له ان هو يعود الى مصر عشان يتعالج، ان مفيش داعي ان هو يعني يستنى في الدنمارك. فالراجل بيرد على كل الكلام اللي اتقال ان الاهلي عايز يروح الاهلي او الاهلي هياخده والكلام ده. فانا يعني امام عاشور، يعني على لسان امام عاشور، انا في نادي الزمالك وما عنديش اي نيه للعوده الى مصر في الفتره القادمه. وانا قلت لكم برضو القصه دي صعبه، ان امام عاشور الاهلي يجيبه برقم فلوس كتير. يعني النادي الدنماركي لما اشترى امام عاشور من الزمالك دفع 3 مليون دولار، يعني حوالي 100 مليون جنيه مصري. فالاهلي ما عندوش القدره ان انا ارجع، يعني النادي الدنماركي لما يبيع امام لازم هيكسب فيه، لازم هيكسب فيه. فيعني اكيد لو هيجي يبيعه هيبيعه اكتر من 3 مليون دولار. الاهلي ما عندوش القدره، او اي نادي في مصر دلوقتي ما عندوش القدره ان هو يدفع الارقام دي، يعني ارقام كبيره جدا جدا جدا، غير فلوس امام كمان. الا بقى لو ممكن يجي اعاره مثلا سنه، حد يجيبه اعاره سنه الكلام ده، ويبقى المقابل بسيط يعني، مش مقابل قوي جدا يعني. خلينا نشوف كمان موضوع يوسف اسامه نبيه، كنا بنتكلم فيه امبارح، ويمكن كابتن عبد الواحد السيد النهارده مدير الكره في نادي الزمالك وضح بعض الامور. يوسف رفض، قال لك لا انا مش همضي العقود. فالزمالك قال لك خلاص يبقى انت كده يعني موقع في بيراميدز، حسب الكلام اللي اتقال مش عايز توقع ليه في نادي الزمالك. ف تم تجميد، يعني خدوا قرار النهارده بتجميد يوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه بقى طالع تصريحات بيقول ايه، ان انا ما وقعتش في بيراميدز، واوزوريو طالبني بحسم موقفي مع الزمالك. خلينا نشوف يعني، انا هكلم يوسف برضو، ان يوسف يعني وكابتن اسامه نبيه ليه علاقه بيهم قويه جدا، وهعرف بالظبط التفاصيل الحقيقيه للقصه عشان نبقى عارفين برضه. لكن طبعا في الزمالك زعلانين من يوسف اسامه نبيه ان هو ما رضيش يوقع على التجديد، وبالتالي يعني بعدوه عن التدريبات وايضا عن المشاركه مع فريق نادي الزمالك في الماتشات. ويعني زي ما قلت لكم كابتن عبد الواحد السيد قال ان هو تم ابعاد او تم تجميد يوسف اسامه نبيه من المشاركه مع نادي الزمالك خلال الفتره القادمه. وقال كمان كابتن عبد الواحد السيد ان سيف فاروق جعفر موافق على تجديد عقده مع نادي الزمالك خلال الفتره القادمه، وبيقول ان هم في المفاوضات، وان سيف يعني قريب جدا من التجديد لنادي الزمالك خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه لنادي الزمالك، والزمالك بيستعد لمباراه اسوان زي ما قلت لكم بعد بكره ان شاء الله، اللي هو يوم الخميس في بطولة الدوري الممتاز. النهاردة فاجئنا الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بالاستقالة، قدم استقالة الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، قدم استقالته لوزير الشباب والرياضة، عايز يعني يستقيل بشكل نهائي. وعرفت السبب، ان يعني ان ده الموسم الثالث على التوالي للاتحاد السكندري بيخسر فيه دوري كرة السلة. امبارح كان طبعا الأهلي والاتحاد بيلعبوا في نهائي الدوري، دوري سوبر كرة السلة، والاتحاد خسر، الاهلي خد الدوري، وده ثالث سنه على التوالي الاتحاد بيخسر فيه الامطار الاخيره. نادي محترم جدا، ورئيس نادي كفء، والناس بتحبه، ويعني مخلي نادي الاتحاد بصراحه في استقرار كبير جدا، اداري ومالي وكل حاجه خلال الفترات اللي فاتوا، عمل حاجات كبيره وكتيره نادي الاتحاد السكندري. مش خساره بطوله هتخليك تستقيل، يعني انا بقول انا يعني لو من زي ما وزير الشباب والرياضه رفض استقاله الاستاذ محمد مصلحي، احنا كلنا بنقول ان نادي الاتحاد السكندري ما يقدرش يستغنى عن الاستاذ محمد مصلحي في الفتره الحاليه بصراحه. يعني لازم برضو ندي كل واحد حقه، ان الاستاذ محمد مصلحي اولا شخصيه محترمه جدا، شخصيه اداريه ناجحه جدا، هو قائد نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد في عهده بيمر بافضل فترات حياته على مستوى النتائج، ممكن ما فيش توفيق ان هو ياخد الدوري، بس الراجل بيبذل قصارى جهده. ومجلس الاداره مع نادي الاتحاد السكندري، انا عارف بواطن الامور داخل نادي الاتحاد، والامور بتدار ازاي، والاستاذ محمد مصلحي بيحل مشاكل عامله ازاي جوه نادي الاتحاد السكندري. فبصراحه انا مع وزير الشباب والرياضه لا قبول استقاله الاستاذ محمد مصلحي، ان لو الاستاذ محمد مصلحي مشي من نادي الاتحاد السكندري هيحصل هزه كبيره في نادي الاتحاد السكندري، لان في استقرار على مدار سنوات اللي فاتت اللي موجود فيها الاستاذ محمد، والدنيا ماشيه بشكل كويس جدا،
الفريق الكوره السنه دي عامل شغل كويس جدا، بس ساعات الضغوط الكتير بتخلي يعني الشخص يبقى متضايق وحاسس ان هو خلاص يعني مش قادر يعمل اكتر من كده، فبياخد قرار بالاستقاله. لكن استاذ محمد مصلحي كده لما يهدى، وانا عارف ان كل الناس في اسكندريه وكل الناس المسؤولين او حتى مجلس الاداره او اعضاء نادي الاتحاد او اللعيبه او ما حدش هيقدر يستغنى عن او جمهور حتى نادي الاتحاد السكندري، كلهم بيحبوا الاستاذ محمد مصلحي. هي اعتقد لحظه غضب، رغم ان الاستاذ محمد مصلحي يعني قال تصريحات النهارده ان الاستقاله نهائيه ولا رجع فيها، لكن انا بقول للاستاذ محمد مصلحي وجودك في نادي الاتحاد السكندري مهم جدا. نادي الاتحاد قلعه كبيره، و يعني مش في الكوره بس، لا الكوره والباسكت والطايره والنواحي الاجتماعيه، يعني الاتحاد هو سيد البلد في اسكندريه، فلازم سيد البلد ده يبقى واحد زي الاستاذ محمد مصلحي موجود. فانا يعني بقول للاستاذ محمد مصلحي لا اهدى كده، ومحدش هيقدر يستغنى عنك في نادي الاتحاد السكندري، وان انت بتأدي اقصى حاجه بتقدر تعملها. التوفيق من عند ربنا بقى في بعض النتائج دي، رياضه ودي كوره او باسكت او كذا او كذا، حسب ما بتيجي، لكن انت بتعمل قصارى جهدك ومحدش عارف ان انت بتأثر. يعني كل الناس عارفه من جمهور نادي الاتحاد واعضاء النادي والمجلس والاجهزه الفنيه واللعيبه ان انت بتبذل قصارى جهدك، بتعمل كل حاجه. التوفيق بقى بتاع ربنا يعني، مفيش مشكله. امبارح الاتحاد خسر بفارق باسكت من النادي الاهلي، وانا عارف ان الباسكت حاجه كبيره في الاتحاد والجمهور والنادي والكلام ده، لكن يعني اتمنى الاستاذ محمد مصلحي يراجع او يرجع في قراره، قرار الاستقاله من نادي الاتحاد. ان الاستاذ محمد فعلا، والله مش بقول كلام مجامله ولا كلام تلفزيون ولا برنامج كده وخلاص، لا، حق ربنا اللي انا بقوله. انا عارف الامور ماشيه ازاي داخل نادي الاتحاد، والاستاذ محمد مصلحي بيعمل ايه نادي الاتحاد السكندري. يعني ان شاء الله يهدى كده يهدى كده الاستاذ محمد مصلحي، وان شاء الله يتراجع عن الاستقاله باذن الله. طيب، المصري بيسدد مستحقات بيراميدز في صفقه عمرو مرعي للتنازل عن الشكوى. المصري كان عمرو مرعي كان انتقل، يعني المصري اشتراه من بيراميدز، وكان في فلوس ما اتدفعتش بتاعت عمرو مرعي لبيراميدز، فبيراميدز عمل شكوى، فالمصري قال لك خلاص يعني بعد الشكوى والكلام ده انا هسدد المستحقات عشان بيراميدز يتنازل عن الشكوى. حوالي 8 مليون جنيه كان في دعم مادي من محافظ بورسعيد خلال الفتره اللي فاتت، 8 مليون جنيه دخلوا خزنه نادي المصري، والمصري هيبدا يعني يدفع مستحقات بيراميدز في صفقه عمرو مرعي. بكره زي ما قلت لكم في مباراه في كاس مصر ما بين بيراميدز ونادي رايا في دور ال 32 من بطوله كاس مصر. وباتشيكو النهارده اعلن قائمه بيراميدز، رمضان صبحي ومصطفى فتحي على راس القائمه، يعني احمد الشناوي واحمد دعدور ويوسف نادر وعلي جابر واحمد سامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ واحمد فتحي، احمد توفيق وبلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، محمد صادق، هشام محمد، وليد الكارتي، ابراهيم عادل، محمود صابر، فخر الدين بن يوسف، فخر اللقاي، ودودو الجباس. دي قائمه بيراميدز في مواجهه بكره مع فريق من القسم الثالث اللي هو نادي رايا. نادي بيلعب في مدينه غزل في كفر الدوار في البحيره، والفريق ده بيلعب دلوقتي دوره الترقي ومتصدر الدوره بتاعته، دوره الترقي للصعود لدوري المحترفين اللي هو هيبقى الممتاز بيه السنه اللي جايه. فمباراه ان شاء الله نستمتع بيها ما بين بيراميدز ورايا. كمان بكره ان شاء الله في مباراه البنك الاهلي والاسماعيلي، برضه مستر بابا فاسيليو مدرب البنك الاهلي اعلن عن قائمه البنك الاهلي، محمد ابو جبل واحمد صبحي في حراسه المرمى، احمد ياسين، سعيد صنبوري، وامير مدحت، عاصم صلاح، اسحاق يعقوبه، محمد فتحي، ومحمود سيد، واسلام جابر، ومحمد هلال، وحمدي علاء، واحمد ياسر، واحمد سعيد، موسى دياوره، ومحمود قعود، ومحمد بسيوني، كريم بامبو، واسامه فيصل، وباسم مرسي. دي قائمه النادي البنك الاهلي. بكره اسامه ابراهيم عنده اصابه، ومحمود الجزار بيغيب للايقاف، وايضا محمود الزنفولي حارس المرمى برضه عنده اصابه برضه. معايا برضه قائمه نادي الاسماعيلي بكره، كابتن حمزه الجمل، وعنده برضه بعض الغيابات والاصابات. نادي الاسماعيلي بكره في لعيبه موقوفه وفي لعيبه مصابه. بكره القائمه محمد كوكو، واحمد عادل، عبد المنعم، وعبد الله جمال في حراسه المرمى، اياد العسقلاني، وباهر المحمدي، وعصام صبحي، ومحمد دسوقي، ومحمد هاشم، محمد نصر، كريم عرفات، حمدي النقاص، سيرجي اكا، محمد بيومي، عماد حمدي، احمد مدبولي، مروان حمدي، محمد مخلوف، ابو بكر حمزه، محمد عبد السميع، عمر الساعي،
كريم الديب ومحمد الشامي، عندهم بعض الايقافات الاسماعيلي زي فراس شواط وزي ياو النور، وعندهم كمان عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي اعتقد موجود، لا عبد الرحمن مجدي برضو مصاب، وفي محمد حسن برضو عنده ايقاف، كان ماتشين كان اتطرد في ماتش بيراميدز، وفي برضو محمد فوزي حارس المرمى عمل عمليه جراحيه، طبعا بنقول له الف سلامه في الغضروف. الشبراوي برضو عمل عمليه برضو في معدته كده، فالف سلامه. فعندهم الاسماعيلي عنده بعض الغيابات في مباراه بكره امام البنك الاهلي. احمد امين اوف لاعب ام بي بيدخل ضمن قائمه المرشحين للانضمام لمنتخب مصر في المعسكر القادم في شهر 6 ان شاء الله. احمد امين اوف لعيب كويس وبيجتهد مع نادي ام بي، ويعني مستر فيتوريا حاطط عينيه عليه، ممكن نشوفه في المعسكر اللي جاي لمنتخب مصر في شهر 6. طبعا الجهاز الفني لمنتخب مصر بيامل في تغيير موعد نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، ان احنا خلاص مباراه غينيا اتحددت يوم 14/6 ونهائي دوري ابطال افريقيا يوم 11، يعني المنتخب مصر او الجهاز الفني لمنتخب مصر يامل ان الميعاد بتاع النهائي دوري ابطال افريقيا ينزل تحت شويه، يعني مثلا يبقى يوم 9 يبقى يوم 10 عشان يبعد عن مباراه غينيا، عشان يقدر لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا موجودين مع المنتخب بشكل كافي قبل مباراه غينيا الرسميه طبعا في تصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا ان شاء الله. بيقولوا لي دلوقتي مباراه طلائع الجيش وفاركو انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، لسه المباراه خلصانه حالا دلوقتي وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2، نقطه لطلائع الجيش ونقطه لفاركو في سباق الدوري. طبعا فاركو عايز يخش في المراكز المتقدمه، وطلائع الجيش عايز يبعد عن منطقه الهبوط ومنطقه الخطوره في بطوله الدوري الممتاز. طيب النهارده كمان كان في ماتشات في بطوله الترقي اللي هي المجموعه بتاعه القاهره والقناه، اللي هو نجمه سينا ونادي النجوم واتحاد الشرطه والمريخ. اتحاد الشرطه والمريخ اتعادلوا 0-0، ونادي النجوم قدر يفوز 5-2 على نجمه سينا، وكده نادي النجوم بيتصدر دوره الترقي وناقص جولتين على نهايه دوره الترقي. النهارده فوز النجوم شاط الدوري النهارده. عندنا كابتن جهاد جريشه هيكون ضيفنا، حكمنا طبعا الدولي السابق، هيكون ضيفنا النهارده في الجزء الثاني من حلقتنا في كره كل يوم. فخلينا نروح نتفرج على ملخصات الدوري النهارده، ماتشات الدوري زي ما قلت لكم. حرس الحدود والمقاولين، المقاولين كسب 2-0، فيوتشر وسموحه اتعادلوا 1-1، واخيرا يعني من شويه طلائع الجيش اتعادل مع فاركو 2-2. فنبدا بمباراه حرس الحدود والمقاولين، وكده خساره الحرس النهارده يعني بتبقى خلاص الموضوع صعب جدا الحرس انه يبقى في الدوري الممتاز. يعني خساره النهارده من المقاولين، تجمد رصيد حرس الحدود عند 16 نقطه، ففي صعوبه كبيره. يعني يعتبر حرس الحدود اول الفرق اللي يعني خلاص على مشارف الهبوط الى القسم الثاني. خلينا نشوف كده ايه اللي حصل. المقاولين كمان 3 نقط مميزه جدا بالنسبه له، هتخلي نادي المقاولين العرب يعني يقرب من المربع الذهبي. 3 نقط دول هيخلوا المقاولين العرب يقرب من المربع الذهبي. تشكيل حرس الحدود النهارده بقياده الكابتن احمد ايوب، احمد السعداني في حراسه المرمى، محمد عبد الله ومحمود بن والي في الدفاع، احمد شديد قناوي ناحيه الشمال، ومحمد رضا ناحيه اليمين. في نص الملعب مصطفى جمال ومصطفى صبحي، والخط الهجومي لحرس الحدود ايمانويل ديفيد واسلام جمال ومصطفى زيكو وفالنتاين اودو. دي التشكيله بتاعه حرس الحدود النهارده. كابتن شوقي غريب مدرب المقاولين العرب بدا بمحمود ابو السعود في حراسه المرمى، عمر فايد وفاروق نور الدين واحمد علاء في خط الظهر، محمد هاني ناحيه الشمال واحمد عاطف ناحيه اليمين، في نص الملعب احمد فوزي واحمد الشيمي، والثلاثي الامامي عمر فتحي اللي هو سافيولا وجون اوكلي ومحمد سالم. خلينا نشوف كده مع بعض. 3 نقاط غاليه جدا بتخلي رصيد المقاولين العرب 40 نقطه في المركز الخامس، وبيقترب من المربع الذهبي زي ما قلت لكم. الزمالك في المركز الرابع ب 43 نقطه، وبيبقى طبعا رصيد حرس الحدود 16 نقطه في المركز الاخير. طيب خلينا نروح للمباراه الثانيه، كانت مباراه سموحه وفيوتشر في استاد اسكندريه. وزي ما قلت لكم سموحه يعني عايز يحسن مكانه في الدوري ويضمن بقائه في دوري الممتاز لنادي سموحه. قبل المباراه كان عنده 34 نقطه،
فيوتشر كان عنده 50 نقطة وفي المركز الثاني، وكان عايز يكسب عشان يبقى 53 يبقى زي رصيد الأهلي المتصدر، رغم ان الأهلي ليه ماتشات مؤجلة، لكن انتهت المباراة بالتعادل في مباراة قوية جدا، مباراة كانت قوية جدا، والفرقتين ضيعوا فرص كتير في المباراة، وكان فيوتشر كمان يعني كان ممكن يخطف المباراة في الشوط الثاني، نضيع فرص كتير فيوتشر ان سيطر على آخر 20 أو 25 دقيقة من المباراة. خلينا نتفرج كده ونشوف مع بعض. بيراميدز في المركز الثالث ب 49 نقطة، وبيراميدز كمان ليه لسه ماتشين مؤجلين، يعني فيوتشر لعب ماتشين أكتر من بيراميدز، بيراميدز لو كسب ماتشاته المؤجلة ياخد المركز الثاني من فيوتشر. اهو ده جدول الترتيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين اهو، الاهلي 53 وفيوتشر، بس طبعا الاهلي ليه يعني لسه 6 ماتشات مؤجله. انا برضو بتضايق انا من قصه الماتشات المؤجله الكتير، اتمنى ان احنا دايما هنا حتى لو الاهلي بيوصل في بطوله افريقيا للدور قبل النهائي ولدور الثمانيه والكلام ده زي ما بيحصل في كل العالم، يلعب ماتش في بطوله افريقيا ويلعب ماتش في الدوري. ما هو الاهلي عنده سكواد حوالي 30 لعيب، فمش لازم يلعب باللعيبه الاساسيين كلهم، فطبعا كل مره بناجل الماتشات بيبقى بصوا الاهلي لعب 21 وفي بقيه الفرق 27 و28 و26، بيبقى فرق كبير، بتبقى بتعمل عدم تكافؤ فرص بصراحه. ما بحبش انا اشوف الفرق الماتشات المؤجله الكتير دي. المهم بيراميدز في المركز الثالث ب 49 نقطة، الزمالك الرابع 43، المقاولين الخامس 40 نقطة، الاتحاد السكندري السادس 40 نقطة، فاركو المركز السابع 37، المصري الثامن 37، انبي التاسع 36، سموحة العاشر 35 نقطة، المركز ال 11 سيراميكا 31 نقطة، أسوان المركز ال 12 31، بس طبعا يعني في فرق لعبت 26، فرق لعبت 25، فرق لعبت 27، لسه كل الفرق ما لعبتش، في ماتشات مؤجلة هتتلعب خلال الفترة القادمة. محله في المركز ال 13 31، الاسماعيلي ال 14 29، داخليه ال 15 27، بنك الاهلي ال 16 25، طلائع الجيش ال 17 25، وحرس الحدود في المركز الاخير ب 16 نقطه. خلينا ناخد المباراه الاخيره النهارده، مباراه طلائع الجيش وفاركو، كانت مباراه مثيره جدا، اتفرجت على الشوط الاول بس طبعا دخلنا بقى مع بعض في البرنامج، ما شفتش الشوط الثاني بس تابعت النتيجه. يعني لعيبه طلائع الجيش بتعترض على كابتن محمود ناجي، لكن انا شايف ان الكوره يعني ما فيهاش اي فاول، عمرو جمال طلع وحطها بشكل سليم في المرمى، وقدر فاركو يتعادل مع طلائع الجيش. كده طلائع الجيش خد نقطه، بقى 25 نقطه في المركز ال 17 قبل الاخير، وفاركو في المركز السابع ب 37 نقطه، وبرده فاركو بيقترب من المراكز المتقدمة في بطولة الدوري الممتاز. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع ناخد فقرتنا العالمية النهاردة في كرة كل يوم، وبعد كده إن شاء الله هيكون معانا كابتن جهاد جريشة حكمنا الدولي السابق طبعا، هنتكلم في حاجات كتير تخص التحكيم في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة بإذن الله. طيب خليني سريعا كده ناخد فقرتنا العالميه، والنهارده كان طبعا من شويه كان في مباراه تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا ما بين الانتر واي سي ميلان، وقدر انتر ميلان يكرر فوزه مره اخرى على اي سي ميلان ويكسب 1-0 ويصعد انتر ميلان الى المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا. كانت المباراه الاولى انتهت 2-0 لصالح الانتر برضو، النهارده الانتر بيكسب 1-0 بهدف لوتارو مارتينيز، وكده الانتر ميلان بيوصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا، وهيستنى الفائز من مباراه مانشستر سيتي وريال مدريد اللي هتتلعب بكره ان شاء الله في الدور قبل النهائي. النهائي طبعا هيكون يوم 10/6 في ملعب اتاتورك في تركيا. في الدوري السعودي النهارده الهلال كانت في مباراه قمه، يعني الهلال مع اتحاد جده، وانتهت المباراه النهارده 2-2 ما بين الهلال واتحاد جده. عندنا طبعا احمد حجازي وطارق حامد في اتحاد جده، طارق حامد متعور ما لعبش النهارده، لكن حجازي لعب النهارده، وطبعا انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 2-2 ما بين الهلال واتحاد جده. النصر كمان اللي بينافس على بطوله الدوري السنه دي فاز النهارده على الطائي 2-0، ورونالدو احرز الهدف الاول من ضربه جزاء، وتاليسكا مهاجم النصر هو اللي احرز الهدف الثاني. والدوري في السعودية سخن جدا جدا جدا، منافسة شديدة ما بين النصر وما بين
اتحاد جده، الهلال بعيد عن المنافسه حتى الان. طيب في المانيا فرانكفورت الالماني اعلن عن التعاقد مع عمر مرموش لاعبنا المصري. عمر مرموش خلاص من الموسم القادم هيكون في فرانكفورت الالماني، انتقل بشكل نهائي الى فرانكفورت، انتقال حر. خلي بالكم ان كان عمر مرموش عقده خلص خلاص، فانتقل فري الى انتراخ فرانكفورت. نادي نانت الفرنسي بيغرم مصطفى محمد عشان مصطفى محمد رفض المشاركه مع نانت امام تولوز في الدوري الفرنسي، زي ما قلت لكم امبارح على موضوع بقى الدعم المثليين والكلام ده، فما رضيش يلعب المباراه مصطفى محمد ما بين نانت وتولوز في الدوري الفرنسي، وبرده بعض اللعيبه العرب برده ما رضوش يلعبوا. فانا بحيي بصراحه مصطفى محمد على الموقف ده، رغم ان اتغرم ماليا لكن قيمنا ومبادئنا وحياتنا، يعني مصطفى محمد عمل الصح في القصه دي. يعني دول كانوا خبرين كده عايز اقولهم بسرعه. جماهير ليفربول بتودع فيرمينو، خلاص فيرمينو عقده انتهى مع ليفربول، وجماهير ليفربول ودعت فيرمينو في مجال الرياضه. وبعد التقرير هنستقبل كابتننا كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي السابق، كلام مهم جدا عن التحكيم بعد الفاصل ان شاء الله. ده نهج ديمقراطي مهم جدا الوعد بيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذه. دايما كل الاراء مفتوحه، الراي والراي الاخر، وزي ما سيادته قال اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. كلنا نتحدث، كلنا نتحاور حوار وطني كبير جدا في كل المجالات. الحقيقه انا بمثل الجزء الحكومي، قابلين للاستماع، قابلين للراي، قابلين للتطوير. يعني احنا هنا يمكن المنهج حوار اهلي مفتوح لكل المجتمع بشكل او اخر. احنا كحكومه جزء تنفيذي، يعني قابلين للاستماع، قابلين للتعديل، قابلين للتطوير، قابلين للتعاون. فبالتالي احنا يعني بنستمع لكل الاراء، واكيد التوصيات والريكومنديشنز اللي موجود في كل المجالات مش في الرياضه بس، حتى لو احنا في الرياضه احنا يعني يسعدنا كل الاراء، لان ده طرح مهم جدا، وطرح يعني نقول راي وراي اخر، راي مؤيد وراي معارض. دي فلسفه الحوار الوطني اللي احنا يعني منتظرين بشغف نتائجه، وده يدي ويعطي للعالم الشكل والشق الديمقراطي في جمهوريه مصر العربيه الجديد. هل في نيه معالي الوزير ان نوصل الحوار شويه ويبقى في منصه على وزاره الشباب والرياضه لكل طوائف الشعب ان هم يشاركوا في الحوار الوطني؟ ده موضوع بتقوم به الدورة، وليس مؤسسة معينة وليس مؤسسات حكومية، لكن احنا نستمع وننتظر للريكومنديشنز، وزي كل زمايلي في الحكومة المصرية. يعني اتمنى الرياضة المصرية بوجه عام بالانتشار على مستوى العالم، ودي هتيجي بإذن الله بالمجهود والعرق والميزانية المطلوبة للاتحادات وللرياضة. زي الدستور ما قال، الرياضة عبارة عن مجهود وعرق بيستلزم تعويض هذا العرق وهذا المجهود باكل بمواد بروتين ونشويات، في حاجات كتير هنتكلم فيها، ولكن بتحتاج سيستم، والسيستم ده بيحتاج مبالغ. توفير المال، البشر يقدر ينفذ. نرجع تاني مع بعض، ويعني برحب بالكابتن جهاد جريشه طبعا حكمنا الدولي السابق الكبير ومنورنا النهارده، وخبيرنا التحكيمي كمان كابتن جهاد. يعني الفتره اللي فاتت بقى يعني بنستعين بيه في المواقف التحكيميه الكتير اللي بتحصل في بطوله الدوري. وانتم عارفين دايما التحكيم عنصر مهم جدا من عناصر نجاح كره القدم ونجاح البطولات المحليه او حتى البطولات القاريه، فعايزين نشوف راي كابتن جهاد جريشه
في التحكيم في الفترة الحالية وناخد رأيه في بعض المواقف التحكيمية اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت. كابتن جهاد منور. كريم مساء الخير عليك ولكل مشاهدينك. أخبار حضرتك إيه؟ والله الحمد لله. ببساطة كده رأيك إيه في التحكيم الفترة دي؟ يعني أنا شايف إن مفيش جديد، يعني قصة في الآخر برضه أنا راجل عايز ياخد فرصة، لسه وقت ما خدش وقته عشان البرتغالي بيريرا عايز وقت وعايز ياخد فرصة ولسه بيتفرج على كل الناس وكده، مفيش جديد يعني من الفترة اللي قبله والفترة دلوقتي مفيش جديد. هو الحاجة الإيجابية بنقول عليها الإيجابيات اللي إحنا بنلمس عليها إن هو الراجل أصر على الحكم في نهائي كأس مصر وكده، حاجة محترمة جدا، حكم مصري وأصر على حكم مصري برضه في السوبر المصري وده حاجة كويسة جدا. أي. قدم مجموعه من الحكام الصغيرين في مباراه كاس مصر، كسبنا حكام ما معهمش رخصه الفي ار وبالتالي هو اداهم فرصه في ال 32 دور 32. ايوه فدي بس دور 32 ما كانش فيه فار. ما هو الحكام دي ما معهاش رخصه الفار. فاستغل لعبهم يعني لعبهم خدوا فرصه فهم مستعدين دلوقتي لو في معسكر عشان ياخدوا رخصه، الناس دي مستعده عشان تلعب دوري ممتاز تاخد الرخصه. ايوه فدي كلها ايجابيات. سلبيات، في بقى اخطاء شغاله في الدوري، احنا بنشوف اخطاء دلوقتي في الدوري موجوده، اخطاء بصوره بدات تزيد، المعدل بدا يعلى تاني الاخطاء. بس دايما لما بنستعين بخبير اجنبي مفروض يعمل الاضافه كابتن جهاد، يعني حتى هو عقبال ما بيتفرج على بندي له وقت طبعا عقبال ما يشوف الحكام اللي عنده والحكام الصاعدين والكلام، لكن بيبقى دايما في سيستم بيتحط الناس كلها تمشي عليه، انا لسه ما شفتش السيستم. لا هو لسه بص هو عشان يحط ايده وتحس ان بحاجته يعني هو هيشتغل في القصه لازم يعرف كل حاجه. وعشان يعرف كل حاجه عايز وقت طويل، في مصر الدنيا مش سهله. ايوه يعني في البرتغال عنده ممكن معاه كابتن محمد فاروق وكابتن توفيق السيد كابتن احمد ابو العيله، تمام، دول المفروض هم اللي بينوروا له الطريق عشان يعرف كل حاجه في التحكيم المصري. أيوه. فاتمنى ان شاء الله، انا وجهه نظري ان بدايه الموسم المحاكم الرئيسي بالنسبه للموسم الجديد. الموسم ده هيبقى صعب جدا تحكم عليه في شغله يعني. فبدايه الموسم الجديد هيبدا هو شغله بقى، هو شغله الفعلي بقى، نتكلم على ان الراجل لازم يحط لمسته ويبان من الموسم الجديد. دايما الحكم او طاقم التحكيم تحت ضغط يا كابتن جهاد، يعني خصوصا كده مع برضه يعني قرب المراحل النهائيه من بطوله الدوري او البطولات الكبيره مثلا زي نهائي كاس او نهائي او ماتش السوبر او الدوري، وهو بيخلص فرق بتصارع الهبوط وفرق بتنافس على المربع الذهبي وبتنافس على البطوله، بيبقى اي خطا بيبقى في مشكله. طبيعي، هو ده قدرنا كحكام. ده طبيعي جدا في اي وقت، وبالذات نهايه الموسم الثلث الاخير من الموسم ده بيبقى اصعب فتره من الموسم. في بدايه الموسم الدنيا بتبقى سهله، في نص الموسم الدنيا بتبقى سهله، لكن في الثلث الاخير ده هو الاصعب. في برضه عندي مشكله انا ان فضل. انا دلوقتي بالنسبه للحكم الامور اسهل من قبل كده، ان دلوقتي انت بيبقى طاقم التحكيم 6 افراد. تمام. حكم ساحه، 2 مساعدين، حكم رابع، 2 حكام فار. تمام. وفي تكنولوجيا دلوقتي اللي هي الفيديو الفي ار، فمش عارف بحس ساعات ان بيبقى الحاجه واضحه قدامنا وصريحه، بس ما يعني ما بنعرفش نجيب الـ الصح او ناخد القرار المظبوط. هرجع اقول يا كريم اللي قلته قبل كده، احنا يا جماعه الفار موجود في كل انحاء العالم، في كل الدوريات حتى الدوريات العربيه، كل اسبوع في تدريب عملي. عندنا في مصر ما بيحصلش، فلازم ده يحصل. ما بيحصلش. التدريب العملي بتاع الفار. التدريب العملي فار. كل اسبوع اجيب حكامي، مش مجرد اقعد في الكلاس واشرح لهم الاخطاء بتاعتهم. عملي يعني في الملعب؟ في الملعب. باستخدام تقنيه الفار. والسيميوليتور بتمثل انت كنت بتعمل كام يكون. طب ليه ما بنعملش ال مش عارف، ما ده الحاجه اللي بسال عليها، لان موجوده على فكره في قطر، في الامارات، في السعوديه، في المغرب، في الدول العربيه كلها اللي بتطبق الفار، لازم اسبوعيا الحاكم يتضرب. ايوه. طول ما انت بتتدرب وتعود على حكامك على الاخطاء ونصحى من اخطائنا هتلاقي الدنيا بتعلى شويه. لكن مش مجرد اجيب الناس في المحاضرات ونشرح ده غلط وده صح. الفار مش محتاج ده، الفار محتاج تدريب عملي طول الوقت. كل اسبوع لازم نتدرب عملي. لان الموضوع مش هيدرب العدد كله ده ازاي؟ لا مش كل عدد، انت بتجيب على الاقل الاسبوع اللي هيلعبوا الاسبوعين الجايين، يعني الحكام اللي هيلعبوا الاسبوعين الجايين بجهزهم للفتره اللي جايه وشو اخطاء اللي نشرح لها عملي بيحصل بالاتحاد الدولي او الاتحاد السعودي او الاتحاد الاماراتي. تخش الاول الكلاس بنشرح وننزل الملعب نطبق نظري وبعدين عملي. بالظبط. فهو ده اللي بيجيب نتيجه بعد كده، لكن تشتغل نظري بس وتروح والناس تشتغل بعد كده على الاخطاء اللي حصلت هتظهر اخطاء جديده. لكن احنا طول الوقت لما بنشتغل في الملعب هنصلح الاخطاء اللي فاتت. ايوه ده مهم. ايوه طيب الاخطاء بتيجي منين؟ يعني لما بيكون عندي فار، هل عدم الدرايه بتطبيق الفار او بكيفيه استخدام الفار ولا ايه بالظبط؟ انا برضه لا استحاله، اصل مفيش حاجه في مصر خد رخصه، واكيد اكيد كل الناس تعرف تعرف كل حاجه، البروتوكول بيتدخل في امتى وتدخل ازاي، وفي الاخر احنا كل حكامنا مش كلنا زي بعض في القدرات. فالحكم اللي قاعد على الفار مش زي الحكم اللي في الملعب، كل واحد له قدرات فنيه،
فانا من وجهه نظره الفنيه ان اللي عشان تتدخل لازم يبقى في خطا واضح للحكم. البروتوكول الفار بيقول كده لازم تتدخل امتى؟ لما يكون في خطا واضح للحكم، يعني كل الناس تشوف الخطا. أيه. لكن لو الكوره فيها وعليها ما بتدخلش. فالتدخل هو ده التحدي الدولي اللي بيتكلم فيه، مش تتدخل في كل حاجه او في اي حاجه، لا تدخل في الخطا الواضح الظاهر، ما تدخلش في السمول ستون الحاجات الصغيره، تدخل في البيج روك الحاجه اللي واضحه للناس كلها. وبالتالي ده البروتوكول اللي بنشتغل عليه بالصوره دي هتبقى الدنيا اسهل من التدخل في الكبيره والصغيره، او تعمل تدخلك احيانا كحكم فار يبوظ الماتش على الحكم. واحيانا لما دلوقتي فعلا حكم الفار يعني هو اللي يعني بحس ان هو مهم اكتر من حكم هو اللي بيسوق. هو اللي بيسوق يعني ممكن يقول الحكم مثلا ما تجيش الكره دي ما فيهاش حاجه، وبعدين يلاقي الكره كارثه. سهله لقطه سهله لقطه سهله انت تجيبه، زي ما بيتكلم على عبد واحد السيد مثلا، قصدي عبد العزيز السيد. اه بالظبط الماتش، يعني بيتكلم في ماتش ايه النهارده؟ كان النهارده في ماتش فيوتشر، وهنتكلم على حاله النهارده، وهنتكلم برضو على حاله الزمالك في الماتش بتاع ماتش الزمالك والاسماعيلي. لقطه سهله. طب تعالى اتفرج كده عشان برضو المشاهدين يا ريت يبقى برضو كان في فيديو عملي بالظبط صح بتبقى اسهل. طيب تحب تبدا بايه؟ اللي هو جاهز بيها نبدا بيها، مفيش مشكله. طيب نبدا بالزمالك والاسماعيلي. ماشي. هو ما بيقول لي الزمالك والاسماعيلي، نبدا كده نشوف رايك يوم. وبعدين كابتن محمد عادل من الحكام اللي انا بقول دايما احسن حاجه في مصر. لا لو اديله اربع خمس لعبات وما ياخدش بقى، انت اعمل شغلك. ايوه ومالكش دعوه بالشغل. طيب هاتوا لنا يا جماعه حاجات فيوتشر وسموحه النهارده، برده كان في كذا كان في كذا لعبه النهارده، كذا لعبه نشوفها كده برده جدليه النهارده بنتكلم عليها ونشرحها برده للناس ونقول الحكم صح ولا الحكم غلط. في الحرس المقاولين وفي فيوتشر وسموح. ماشي. بدل لبروكسي لعب اني لعبه فيهم. انا حتى جبتها هنا في البرنامج، كان في ضربه جزاء لبروكسي الشده بتاعت حسام عبد الوهاب. انا كده بقى واضحه، وفي واحده ثانيه برضه لبروكسي اثنين وفي ركله للزمالك. الفكشه كبيره ما وصلش للكوره برضه ركله جزاء للزمالك. طيب هجيب لك برضه بعض المواقف التحكيميه برضه وتدينا رايك فيها بعد الفاصل. تمام. وبعدين هسالك بقى اسئله شخصيه، انت الماتشات بقى اللي انت الصعبه اللي انت حكمتها واصعب ماتش فيش واوحش قرار اتخذته. هنرجع نرجع تاني بقى. لا في كتير في كتير. طيب نكمل مع كابتن جهاد جريشه بعد الفاصل ان شاء الله. نرجع تاني مع كابتن جهاد جريشه ونكمل برضو في بعض المواقف التحكيميه، برضو جهزوا لنا ماتش فيوتشر وسموحه، وفي برضو بعض المواقف السابقه برضو هاخد رايك فيها. تمام. وبعدين بقى اسالك على الماتشات اللي انت يعني ماشي حكمتها، وكان في واحد شهير قوي فاكره. انا كنت نسيت كل حاجه، انا دلوقتي بشغل في تحليل يعني معاك. طيب معاكم يا جماعه يلا. جهاد من شويه حضرتك قلت لي يعني بتقول ان كابتن محمد عادل من ضمن افضل اربع حكام في مصر، مين افضل اربع حكام في مصر دلوقتي؟ لا ما هو الموضوع ده بيختلف من اسبوع لاسبوع ومن من شهر لشهر. لا على تقييم لا في حكام كتيره بسم الله ما شاء الله عندنا حكام على اعلى مستوى. بتتكلم على هقول لك مثلا محمود البنا، محمد عادل، امين عمر، معروف راح كاس عالم برضه ماشي، كان ماشي كويس الفتره اللي فاتت. فبتتكلم على الحكام موجودين، اتمنى بقى الباقيين اللي في القائمه الدوليه، محمود ناجي برضو حكم كويس، ابراهيم نور الدين حكم كويس، الناس دي عندها مكانه كويسه. أيوة. احمد غندور حكم كويس كده، السبعه الدوليين. الحنفي هايل طبعا، الحنفي طول ما هو موجود في الملعب. بس محمد الحنفي الفتره دي مش موجود في الملعب. الحنفي طول ما هو موجود في الملعب خد منه احسن اداء. هو لسه محكم المصري والداخليه اول امبارح. ما هو كان بعيد فتره او امبارح يعني الحنفي غير الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان موجود طول الوقت، او الموسم اللي قبله كان موجود طول الوقت. طول ما الحنفي كان في الملعب تلاقيه مستوى عالي جدا، لكن لما بتبعده بيبعد كمستوى. مين الحكام الجداد اللي طالعين انت يعني شايف فيهم تتوسم فيهم يعني بقى حكام كبار؟ لا في كتير. في مجموعه انا شفت في كاس مصر مجموعه كبيره، مصطفى مدحت على فكره الفار ده اللي بيتكلم عليه ده ستايل حكم هايل في الملعب. محمود منصور غربيه ستايل اوروبي، انا شايفه بالمنظر بالستايل كده، شاف يعني بوساكا لما شفت منظره كاس عالم كده نفس المنظر والستايل والشياكه والاناقه والحركه. حاجه كويسه قوي. في لا مش عايز انسى اسامي، بس في حكام فعلا هم قدموا الحاجه الايجابيه بنقول عليها. قدموا حوالي 6-7 حكام في كاس مصر. الناس دي لو خدت الرخص تلعب بكره في طيب الممكن. قول لي بقى كابتن جهاد جريشه القرارات اللي انت خدتها وبعد كده عرفت ان هي ما كانتش مظبوطه واثرت معاك انت، يعني احكي لي كده لما الحكم
بياخد قرار وبعدين لما بيروح بيلاقي القرار مش مظبوط. لا مش بيروح ده فوت اللبس دلوقتي اللبس. اللبس على طول اللبس. يعني يوم من مصر وانت كمان الزمالك المقصر بتاعت لمسه اليد انا كنت بسال ايمن دجيش واحمد حسام ما كانش في فار بقى ومفيش لا مفيش فار انا بقول لهم هم بيعترضوا على ايه ما كنتش عارف هم بيعترضوا شايف لا ما اعرفش هم بيعترضوا على ايه اصلا يعني لعيبه الزمالك كان بيعترضوا ساعتها مش عارف هم بيعترضوا اساسا على ايه بقول له ايمن هم بيعترضوا على ايه احمد حسام قال لي والله ما نعرف اللي اعترض على ايه هم حتى كمان ما شافوهاش ده حظنا السيء يعني انت عارف لو مساعد شافها او الرابع ده كابتن حلمي لما راح شافها في في الكاميرا كنت محمود ناجي على فكره كان هو الحكم الرابع معايا بس كان محمود كان اول مره زمالك اول مره على الاطلاق يبقى رابع في الزمالك فكان طبعا اول ماتش زمالك او اهلي تبقى بينا حسيت بايه بعد الماتش بقى لان في اوضه اللبس انا شفتها ازاي ما شفتش دي بس على فكره بس طبعا انت مفيش حكم مفيش حكم في مصر او يعني بيحكم اي حكم عايز يغلط هو عايز يخرج يبقى هو نجم الماتش سواء ايا كان الفرقه اللي بيحكم لها لا انت عارف اللعبه دي بعدها كريم انا كان عندي ماتش في نيجيريا بعدها باسبوع تخيل انا كنت اتحركت مفيش مكان في الملعب ما اتحركتش فيه كنت مهايبر بطريقه انا عايز اشوف كل حاجه في كل التفاصيل لان انا على فكره في اللقطه دي انا كنت واقف في مكان ممتاز ايوه بس ربنا يسامحه هاني سعيد عدى قدامي في لحظتها ما شفتهاش ما شفتش اي حاجه التفاصيل دي ما شفتهاش بس انا كنت واقف في مكان ممتاز بس هاني سعيد عدى كده يعني قصه فما شفتش اللقطه بس اللقطه دي اشتغلت على نفسي بعدها كتير جدا عشان كاس العالم ما انساهاش ممكن احنا نشوفها في التلفزيون لكن تمركز اللقطه الاولانيه في في التلفزيون ما حدش شافها ما حدش يعرف بيعترضوا ليه لكن في الاعاده شافوها يعني اللقطه الاولانيه اللي انا شفتها اللي انا شفتها في الملعب ما حدش في الجمهور اللي بيتفرج على التلفزيون شافها لكن في الاعاده شافوها لكن على فكره يعني علمتني كويس جدا في اللقطه دي وكانت سبب من اسباب وصولي كاس العالم توفيق يا كابتن جهاد طبعا منورنا النهارده وسعيد بيك جدا وان شاء الله هنكرر حلقاتنا كده الفتره الجايه بشرف لي يا كريم الله يخليك كابتن جهاد جريش طبعا حكامنا الكبار سعيد بوجوده معانا النهارده وان شاء الله الفتره القادمه يكون متواجد معانا ونعرف منه كل الحاجات التفسيرات او المواقف التحكيميه اللي احنا عايزين نفهمها بشكل مميز جدا بشكره طبعا وبشكر كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله